شاء الله الشهر الجاي عندي تصوير انا والاستاذ طارق لطفي اللي لي الشرف اني اكون معاه، وبتمنى اني اكون معاه في فيلم الجوزاء، وهو فيلم خطير سايكو. اشتغلنا على تفاصيل النص وتفاصيل الشخصيات بشكل غريب. صورنا يوم وبعد كده وقفنا طبعا بسبب كورونا، وان شاء الله انه يكون فيلم مختلف في ابعاده، يعني لانه هو يعني حتى احنا خايفين ندخل تصوير قد ما خايفين من من قيمة الفيلم. عملت فيلم حلو جدا مع مخرج حبيته، يعني كان عنده اسلوب جديد، فيلم غريب كده، وكان الكاركتر صعب انه هيتحط له سبتايتل، اصلا ما بيتكلمش بسبب مشكلة عنده هنا. يعني انا ما اعرفش افرق، انا بفرق في الورق، وما اعرفش ايه معنى فيلم تجاري او فيلم. انا في النهايه ممثل، بحب امثل الكاركتر والشخصيه، اروح في ابعادها كلها. التصنيفات دي جديده، يعني احنا درسنا، يعني لما تدرسي في المعهد التمثيل فبتدرسي تمثيل، مش بقول لك انت ممثل تجاري او ممثل مسرح او ممثل، انت ممثل او بتدرس التمثيل وعلم التمثيل، بتدرس الاخراج وعلم الاخراج. بعد كده التصنيفات ليها علاقة في السوق، السوق هو اللي صنف ده تجاري، ده معرفش ايه، ده اكاديمي او غير اكاديمي. مش من حق اي حد يصنف التصنيفات دي، في النهاية هو عمل فني.